الركن السادس والأخير من أركان الإيمان. إيمان شا سغلات آخري ركن. الإيمان بالقضاء والقدر. الله تعالى ني جي كاهي أبلان لا دليل آهيت آني جي تياجي تقدير آهيت أنشاور إيمان تهوائزا. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربع درجات أربع مراتب. تقدير والإيمان شيء چار مراتب آهيت. المرتبة الأولى سغلات پهلا مرتبة العلم. لابد أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء لا يخفى عليه شيء. سغلات پهلا مرتبة علم چاہے کی اللہ لا کنچی چیز اللہ چین پوشیدہ نہیں آئے. المرتبة الثانية الكتابة. أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء كل شيء مكتوب. دوسرا مرتبہ اپلے اللہ تعالیٰ نے جے کا ہی ہونا رہے تعالیٰ لہن ٹھولے لے آہے. نعم. المرتبہ الثالثہ یعنی تیسرا مرتبہ المشیئہ. انت تقول بعد الدرس بإذن اللہ تعالیٰ سأذهب إلى الجامعة. شاء الله أن تذهب إلى الجامعة تذهب. شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب. تیسرا جو مرتبہ ہے تے ہے آہیت کہ جیوا اللہ تعالی چاہتی تواس تو کام ہونار اللہ چا بدل تا کام نہ ہونار. مثال کے طور پر جب تملا جامعہ جائے چا اصل یونیورسٹی جائے چا اصل تمہی چاہل کیوا نہ چاہول جر اللہ نے نہ چاہول تے تمہی نہ جاؤ شکتا. المرتبة الرابعة والأخيرة چوتھا انی سغلیات آخری مرتبہ الخلق. فأنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوقة. خلق تا مرتبة هي جت كيبن أعمالها سي سروة الله رب العزة ني پاتھو للاحد. إذن ماذا أصنع أنا؟ تما مي كاي کرو جا سروي سغلية أبلي رب زبطة هي مي كاي کرو شكتا. أؤمن بهذه المراتب الأربع. تم چا بدل هي چار مراتب ور ایمان ٹھوے پائیے. احسن الظن في الله سبحانه وتعالى. اللہ چا بدل تملا بیس پرارتنا چا ٹھوے پائیے. بأن الله اختارني بأن أكون من أهل الجنة. اللہ تعالیٰ نے منع ہے اختیار کے لئے کہ میں اہل جنت میں مدی اصل. وأعمل بعمل أهل الجنة أصلي أصوم أتصدق. آری جنت ساتھی جے عمال سانگت لے لے آہد تے عمال می کرن. نعم. اجمع بين الايمان والعمل. يعني ايمان يعني اپلے جے پن عمل ہے تانچا بدل اپنے اللہ جمع کرے پر. وبهذا ادعو الله سبحانه وتعالى بان يجعلني من اهل الجنه ولا يجعلني من اهل النار. يعني اللہ زول اپلی ہی پرارتھنا اصل کہ اللہ تعالی منا جنت چا لوکا مدے داخل کرو یعنی جی آگ چی جی لوکا ہاتھ تانچا صحبت ملا نہ ٹھیو.